يستمر التصعيد العسكري الإسرائيلي على القرى والبلدات في الجنوب، فيما نشرت المقاومة الإسلامية فيديو يظهر استهداف قاعدة كيلع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. كما استهدفت المقاومة موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة وموقع السماءة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة. بالمقابل طولت الغارات الإسرائيلية بلدة النقورة مستهدفة أحد المنازل، وقد هرعت إلى المكان المستهدف سيارات الإسعاف، وفيما لم تسجل إصابات فإن الغارة أدت إلى تدمير المنزل. وأغار طيران العدو على أطراف بلدة كونين الجنوبية، ونشر الاحتلال الإسرائيلي لقطات زعم أنها توثق غارات له على أهداف تابعة لحزب الله في البلدة. كما سمعت أصوات قوية في مناطق جنوبية متفرقة أثارت الذعر بين السكان، تبين أنها ناجمة عن خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض فوق الصيدا والجوار وفي أجواء إقليم التفاح والزهراني وأكثر من منطقة في الجنوب. وفي بلدة ميس الجبل عثر على صاروخ إسرائيلي كبير أطلقته طائرة حربية معادية منتصف ليل أمس وسقط في محيط مجمع الإمام الرضا، وشاءت العناية الإلهية أن لا ينفجر في المكان. وصباح اليوم قامت عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية بإغلاق المكان والتواصل مع الجيش اللبناني لإرسال فريق هندسة ومعالجة الموضوع. وكانت ميس الجبل قد تعرضت ليلا لغارتين إسرائيليتين استهدفت الحي الغربي في البلدة، ما أحدث دمارا هائلا في البيوت والمحال التجارية، بينها 7 منازل سويت بالأرض، بالإضافة إلى تضرر عدد آخر جراء العصف القوي.